السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مجلس الأعلى للجامعات. هذا يوم يا فندم يشهد له التاريخ، ان اول مرة هيبقى في احتفال بخريجي اوائل خريجي الجامعات المصرية. واسمح لي حضرتك ان انا في البداية ان انا اتوجه برسالة حملوها لي زمايلي في المجلس الأعلى للجامعات، هو الشكر والتقدير والاعتزاز بإنجازات ودعم حضرتك في مجال التعليم العالي. الحقيقة هناك العديد من الإنجازات والشكر اللي هم الحقيقة عاملين يوجهوه، يعني طبعا غير احتفالية النهاردة، يعني الحقيقة بنشكر حضرتك على رعايتها وحضور حضرتك لأوائل الخريجين. كمان يا فندم الجامعات الأهلية، ويشكروا حضرتك على الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية ومدى النجاح اللي حصل فيها، هي فعلا تجربة نجاح تمت. فهم برضو زمايلي الحقيقة طلبوا مني أوجه الشكر لحضرتك على هذه المبادرة الناجحة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي في جامعتنا. الحقيقة جميع الزملاء اشتغلوا وطلعنا كمان مخرجات يبتدوا يشتغلوا عليها في جامعاتهم، وهم حتى في جامعات عندها نقدر نقول دور فعال في بعض الأنشطة. فبرضو لو وقت حضرتك تسمح لنا بعضهم يقول ايه هي الأنشطة اللي هو اشتغل عليها خلال هذه الفترة وفقا للاستراتيجية، تسمح لي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم. احنا في اطار الاستراتيجية وتوجيهات سيادتك اللي تمت بخصوص رفع تنافسية التعليم وخاصة التعليم العالي ورفع ما يخص المخرج الخاص بالجودة للتعليم العالي والشراكات مع الجامعات العالمية، جامعة اسكندرية الحقيقة في اطار التوجيهات والمخرجات الخاصة بالاستراتيجية كلها الاستراتيجية المنبثقة، واشتغلت على شراكات مع الجامعات العالمية في هذا الاطار من خلال السنتين اللي فاتوا، قدرنا نحقق ما يزيد عن حوالي 50 درجة من الدرجات المزدوجة والمشتركة مع الجامعات العالمية. والجامعات اللي يمكن احنا اشتغلنا معها هي جامعات تعتبر احنا بنسميها جامعات الإليت او الجامعات الكلاس إيه، اللي هي تعتبر الجامعات المرتفعة في التصنيف العالمي. في البداية بشكر فخامتكم على إتاحة الفرصة الدائمة لرؤساء الجامعات بل والطلاب والأساتذة للالتقاء بسيادتكم. في الحقيقة إنجازات الجامعات المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة بالأرقام وعلى أرض الواقع. كل الجامعات المصرية، الجامعات الحكومية، الأهلية، التكنولوجية، منظومة البحث العلمي. وإحنا في جامعة القاهرة كان أهم تكليف وضعناه نصب عيوننا عندما شرفتم سيادتكم جامعة القاهرة، ونحن دايما نصدر كلمة سيادتكم في كل أفلام وفيديوهات جامعة القاهرة، إن سيادتك بتتمنى إن الجامعات المصرية تتقدم في التصنيف الدولي. في ذلك الوقت كنا بعيد جدا وبعضنا خارج أي تصنيف. الآن جامعة القاهرة استطاعت أن تتقدم جيلين كاملين، بعد أن كانت جامعة من الجيل الثاني أصبحت جامعة من الجيل الثالث ثم الجيل الرابع. مؤشر ذلك فخامتكم، هذا ليس كلاما مرسلا، ظهر في المؤشرات الدولية للأجانب اللي بيقيسونا. إحنا قدرنا ندنو من طموح سيادتكم في الاقتراب من الجامعات المتقدمة، كسرنا حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم في أحد التخصصات، كسرنا حاجز أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في جامعة القاهرة في 5 تخصصات. يا فندم احنا في كيو اس البريطاني المعلن من شهور تقدمنا 184 مركز، بعد ما كنا 560 في كيو اس بقينا 371 في جامعة القاهرة. احنا دلوقتي يا فندم في تصنيف سماغو العالمي في المربع الذهبي للجامعات العالمية، من أفضل 25% في العالم في البحث العلمي. احنا تقدمنا في تصنيف شنغهاي 100 مركز في عهد سيادتكم، وبفضل توجيهكم بل بفضل متابعتكم وإشرافكم
في لكل ملفات البحث العلمي. انا برضو بهني سيادتك على تقدم الحكومه المصريه في المؤشر العالمي لجاهزيه الحكومات للذكاء الاصطناعي. واعتبر اوكسفورد انسايتس في صفحه 83 ان جامعه القاهره احد اسباب تقدم الحكومة المصرية في مؤشر عالمي لجاهزية الحكومات. يا فندم ألف مبروك لسيادتك ولينا ولمصر. احنا خلال أيام هنبدأ الدراسة في أول فرع دولي لجامعة حكومية. كل التقدير والشكر لسيادتك يعني أتحت لنا هذه الفرصة رغم يعني انشغالك أكيد بالعديد من الملفات. الحقيقة في آخر اجتماع لسيادتك معانا كان في تكليف في 2021 بضرورة دعم مشاركة الطلاب في كافة المجالات، وذلك من خلال بناء وعي قومي حقيقي وانتماء وبيانات ومعلومات الطلبة بتوعنا والشباب يبقوا على دراية بيها. الحقيقة جامعة طنطا الحقيقة اتحركت في هذا الاتجاه بشكل يعني كبير وبشكل إيجابي، بأن احنا حرصنا على مشاركة كل طلاب الجامعة وكل طلاب جامعة طنطا 121,500 غير 16,700 طالب بدراسات عليا، فشاركوا في كافة المشاريع القومية، شاركوا في زي حياة كريمة ومحو الأمية. وكان مهم جدا أن هذه المشاركة يتعرفوا فيها على الواقع الحقيقي والتحديات اللي الدولة المصرية بتعيشها وأهلهم بيعيشوها بالفعل، ويتعرفوا على الإمكانيات اللي تمتلكها الدولة المصرية والتحديات الخارجية والداخلية. الفكرة هي أن أنت في دولة في ظروف مصر ما عندكش أفكار تحل بيها مسائل وتحديات الدولة. وأنا عايز أقول لكم أن أنا بعتبر أن العشر سنين فاتوا كانوا عبارة عن مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات اللي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة. كانت ايه؟ سد الفجوات والثغرات في كل القطاعات، في قطاع التعليم، في قطاع الصحة. وبالمناسبة واحنا بنتكلم في قطاع الصحة، احنا عملنا فقط 50% من البنية الطبية، مش كده دكتور؟ اللي هو اللي انت كنت بتتكلم في 1400 مستشفى، احنا عندنا 700. مع الوضع في الاعتبار يا ترى الجهد اللي بيتم في 700 مستشفى كمان يعني يساوي حجم العمل اللي ممكن 700 مستشفى يقدموه؟ اشك، لان طبعا في اعتبارات اخرى. لكن على كل حال انا برجع للنقطه دي عشان بس منك ايه، قلت لي ان احنا بنقدم علاج في المستشفى، فعشان كده قلت لك ايه من فضلكم، مش من فضلكم، انا مش جاي اسمع كلام جميل، انا مش جاي اسمع عمر الكلام الجميل، ما هو الهدف بتاعي ولا هدفنا. الهدف بتاعنا هو ان احنا نعمل توصيف حقيقي لواقعنا عشان نخرج بحلول ممكن تساهم في تقدم الدولة دي. إصلاح، بناء، أمل، استعادة ثقة. مش أبدا إن أنا، لأن أنا لو أنا يعني عايز أقول لك على حاجة ليكم كلكم، هو أنا النهاردة الشاب أو الشابة أنا هخش كلية الآداب أو كلية التجارة أو كلية الحقوق، فرصة العمل بتاعته قد إيه؟ طب الكلام ده معروف من كتير، من 10-15 سنة أكتر. طيب إحنا كدولة، إحنا كتعليم عملنا إيه عشان نقنع أولادنا وبناتنا وأسرهم إن هو ما بقاش يستهدف فقط إن يبقى معاه شهادة ويخلص ذمته الأب أو الأسرة يعني من ابنهم اللي إحنا علمناك إحنا إيه؟ وبالتالي طب هو لما علمته الأربع سنين اللي أنت خدتهم منه دول، اللي هي الفرصة اللي كانت متاحة ليك كأسرة وكحتى كجامعة إنها تشكل أو تبني شخصية قادرة على إن هي تلاقي فرصة عمل تعيش. إحنا ما عملناش كده، وإحنا عارفين ده كلنا، إن في كتير من التخصصات اللي إحنا بندرسها وبتستوعب حجم من أبنائنا وبناتنا اللي في الثانوية، وهم فرص العمل ليهم هتبقى منعدمة ولا محدودة مش عارف. وبالتالي طب أنا عايز أقول لكم على حاجة، في نفس الوقت سوق العمل مستني مئات الألوف من الناس اللي هي في الرقمنة. سوق العمل مش في مصر، في مصر وبره مصر مستني إيه؟ سوق مستني شخصية أو بني آدم أو إنسان أو إنسانة متعلم المجال ده. طب احنا بنخرج لسوق العمل قد ايه
لفرص عمل حقيقية في السوق العمل سواء كان مصري أو غير مصري. أنا هنا ما بتكلمش في جودة التعليم خالص، أنا بتكلم في نوعية واختيار المسار التعليم. هل النهاردة أولادنا وبناتنا اللي موجودين في الجامعة في الأداب، وطبعا ده مش معناه يعني تقليل من الأداب يا دكتور أيمن، أنا ما أقصدش، لكن أقصد أقول إحنا ممكن نكون محتاجين منهم نسبة لكن مش الكتلة دي كلها. الكلام ده في كتير من التخصصات اللي بيتم خروجها. فنرجع تاني، عايز أقول إن اللي إحنا عملناه خلال الفترة اللي فاتت هي كانت محاولة مننا لأن إحنا البنية الأساسية للتعليم العالي، حاولنا بأفكار منها منهم الجامعات الأهلية ومنهم التوأمة اللي إحنا بنوسع فيها، ومنها إن أنا أعوض الفجوة اللي أنا بداية الكلام معاك يا دكتور محمود اللي هي محتاجين كلنا نبقى فاهمينها، اللي هي أنا كإنسان دايما عندي موضوع التكلفة وموضوع الفلوس هاجس. طولت عليكم، كل سنة وانتم طيبين، شكرا جزيلا.